مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة، أنا أستضيف رجلا مميز ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا والأكثر نجاحا. رحبوا معي بالأستاذ عبدالله النقبي، صاحب شركة بادل سبيس. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ عبدالله، أهلا وسهلا فيك. مساك. يا مرحبا فيك، وأسعدنا وشرفنا قدومك، ويا مرحبا. الله يزيدك شرف، تسلم لي أستاذ عبدالله، الله يبارك فيك. بالبداية إحنا مبسوطين وسعداء جدا إننا موجودين داخل بادل سبيس، هذا شرف لإلنا طبعا. بحب أتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك عن بدايتك في موضوع البدل. كيف بلشت بداياتك؟ تفضل. أول شيء أخوك عبد الله سعيد النقبي، حياك الله. الله يحييك. بداية المشروع، يعني أنا كنت متخرج من الجامعة. حلو. فكان شغفي الرياضة والتنس بشكل خاص. نعم. لكن التنس نفس ما تعرف إن في دولة الإمارات الأجواء حارة جدا، الملاعب خارجية. فصعب ان الناس تلعب تنس. فبداية شفنا موضوع البادل تنس، شفناها لعبة ممتعة، لعبة مسلية، لعبة اجتماعية. وكانت الملاعب في دبي فقط. الشارقة تفتقر لهذا الشيء. نعم، ما كانت في ملاعب في الشارقة. فرحنا درسنا الموضوع، شفنا كيف البادل، شفنا شو الأرضيات للبدل، شو الشيء اللي يخلي الناس تزور هذا المكان. صحيح. وتزور هالمكان. فالحمد لله بدينا الخطوة الأولى، شفنا الملاعب، شفنا الأرضيات، شفنا الموردين، الكور، المضارب. فتعرفنا دخلت يعني بالمجال، يعني واقعيا. نعم. خلينا نحكي. نعم. بدينا الحمد لله ان توفقنا ان فتحنا المشروع. جميل، ما شاء الله عنكم. طبعا استاذ عبد الله، خلينا نعرف السادة المشاهدين اكثر عن بادل سبيس، عن خدماتكم اللي انتم بتقدموها للمجتمع الاماراتي وغير الاماراتي، لانه هاي اللعبه بالذات او هذا المكان بالذات في له ناس عاشقين لهذا المكان. خبرنا اكثر. صحيح. بما ان اللعبه كانت حديثه في الامارات و نعم. ومن اكثر الرياضات انتشارا في العالم. صح. فلازم ان خصوصا ان اللعبه جديده، لازم نسوي شيء مرتب، لازم نسوي شيء حلو. حلو. فاول شيء كانت خدماتنا فقط تاجير الملاعب. بما ان خبرتنا اصلا بعد قليله كانت في هذا المجال. فالحمد لله شهر بعد شهر، مع زياده المنافسين، مع زيادة عدد اللاعبين، أخذنا الخبرة. أكيد أخذنا الخبرة والله الحمد. فافتتحنا ستور للمستلزمات البدل، للمضارب، للأحذية. نعم. عزك الله، لجميع مستلزمات البدل اللي بيحتاجها لاعب البدل. لاعب البدل بالضبط. يعني هذا الشيء ساعدنا بعد كثير في الملعب. وبعد تعرف في خصوصا النساء الحين بعد قاموا يلعبون اللعبة، فلعبة جدا مسلية. فالحمد لله ان قدرنا بعد نسوي اوقات للنساء، واحيانا نخصص ايام للنساء وللشركات الاخرى، مثلا للدوائر الحكومية. برافو عليك، يعني الامور منظمة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سؤال مهم استاذ عبد الله النقبي، كصاحب عمل وصاحب خبرة في هذا المجال، كيف قدرت انت تستمر بالرغم من قصور المدة الزمنية؟ يعني انتم نجحتوا نجاح ما شاء الله عنكم طبعا، ونعرف المكان، فكيف قدرت تقنع مجتمع كامل بالبدل الموجود عندك؟ في منافسين بالسوق؟ تفضل. اكيد في منافسين في السوق. والله الشيء اللي ساعدنا بعد، نحن من محبين اللعبة. يعني نلعب اللعبة باستمرار، نشوف الاغلاط، نشوف يعني اذا انت جالس تلعب في الملعب او جالس تجرب فيه اكثر عن ملعب، بتعرف شو الغلط، بتعرف شو الصح، بتطور الأشياء اللي عندك. يعني اللي تحتاج تطوير. وبالعكس في ناس اللي يعني اكتسبنا خبرة من البطولات اللي نسويها. صحيح. اللاعبين المحترفين اللي يجون هنا يلعبون، يعني يقدمون اقتراحات، يقدمون أشياء. كل هاي بتساعد على التطور. على التطور بالضبط. نعم بالضبط، تساعد على التطور وتساعد يعني
نصحح أغلاطنا يعني. آه جميل جميل ما شاء الله عنكم. خلينا نتحدث عن الرؤية المستقبلية لإلكم. وين بتشوف حالك كبزنس مان ورجل أعمال ناجح وطموح؟ وين بتشوف حالك بعد سنتين أو ثلاث من الآن؟ تفضل. أول شيء يعني بداية حابة نركز في بدل سبيس، يعني هالفرع قبل ما نفتح فروع ثانية. أحسن. لازم نتمكن، لازم نسوي الأشياء على أكمل وجه. نحن الحمد لله الحين عندنا الخدمات اللي نقدمها راضين عنها، لكن نحاول أن نقدم خدمات أخرى. عندنا تدريب لكن أحاول أن نفتح أكاديمية، نحاول أن نرعي الشباب والأطفال أن يبدون يمارسون هاللعبة. نعم. أيضا في خطط أن نستضيف بطولات عالمية ولاعبين عالميين لنكتسب الخبرة، ويكتسبون شباب المنطقة خبرة والتعايش مع اللاعبين العالميين. وحابين أيضا أن نسوي نهتم برياضة البدل ونجعلها يعني أسلوب حياة، يعني بالضبط. هاي أهم نقطة فعليا، انه هاي نقطة جوهرية. صحيح. انك تكون يعني حابين انه مش انه لعبة فقط وتطلع، لا حابين انه بناء لايف ستايل متكامل. يعني بالضبط. انه مثلا بعد اللعب تقريبا في استشفاء، في تمارين للبدل. ف هذه كل الاشياء ان شاء الله بالحسبان، وان شاء الله يعني نطبقها خطوة بخطوة. ونتمنى وايضا الحين في شراكات مع المدارس ومع طلاب المدارس، الحين نفس ما تعرف اجازه. نعم. فحابين ان نسوي برامج توعويه للطلاب المدارس، حابين ان نسوي برامج رياضيه بشكل عام وبرياضه البدل بشكل خاص. احسنت، برافو عليكم ما شاء الله عنكم. طبعا من قناه اي بي سي العربيه بنتمنى لكم التقدم والنجاح اكثر واكثر، لانه انتم بتستاهلوا تكونوا ناجحين. ان شاء الله بتكونوا نمبر 1 في الامارات وبالشرق الاوسط كامل. ان شاء الله. مشكورين على هالاستضافه ومشكورين على الدعم. الان انت من ابناء هذا البلد، واكيد تعرف انه رقم واحد بالعالم دولة الامارات على مستوى العالم، تنعم بالامن والامان، بالرفاهية والبيئة الاستثمارية ايضا. فبدنا رسالة شكر من بدل سبيس كتيم ومن الاستاذ عبدالله النقبي كصاحب هذا المكان لشيوخنا الكرام. تفضل. اول شيء الحمد لله ان الامارات تقريبا من اوائل الدول ان لم تكن الاولى في الامن والامان. صحيح. وفي مجال الاستثمار الامارات فرصه كبيره لكل المستثمرين ولكل رواد الاعمال. نعم. الحمد لله متوفر عندنا الموردين اللي يصدرون، فهذا سوق كبير للمستثمر، وكل ما يحتاجه المستثمر موجود في الإمارات، متوفر له التكنولوجيا الموجودة، النظام الأمني، النظام يعني إحنا لما نحكي أمن وأمان تشمل كل شيء. سبحان. صحيح. الله. يعني مثلا خلاص في بعض الأماكن إن أنت مشغول بالك بالأمن أو شيء، لا هنا تركز في شغلك، بس تركز في عملك. أحسن. تحاول تتطور، ما تنتج، تكون إنسان منتج. وفي الإمارات سهولة الإجراءات، يعني المستثمر يقدر حقوقه محفوظة، أنت ما تخاف من شيء، إذا عندك حق تأخذه. في بعض الدول الأخرى الكبيرة إن مثلاً إذا استوت مشكلة بين المستثمر يصادرون أمواله، هنا أبداً ما تصير هالأشياء. صحيح. هذا من أكثر الأشياء اللي فعلياً يخلي الإنسان يعيش براحة بال، إنه فعلاً هو آمن، هو وعياله آمنين، وبيته آمن، عمله آمن، كل شيء آمن. ففعليا هاي من أحلى الأشياء. القانون. صحيح. سيد هذا الدولة. والله. صحيح. بفضل الله، ثم بفضل حكامنا، بفضل الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد، الله يطول والدكتور بعمهم. الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. نعم. الله يحفظهم يا رب. وهذا ورثوه يعني من أبونا الشيخ خليفة. صحيح. فمرة يعني جدي يقول لي الشيخ زايد الله يرحمه إن ألف قلوب الإماراتيين قبل ألفة الاتحاد. صحيح. صحيح. فالحمد لله هذا الشيء، والله نشكر الله ونحمد الله عليه. الحمد لله. بالضبط. للأسف إنه بعض الدول، كثير من الدول تفتقر لهذا الشيء. طبعا تحية طيبة وكبيرة لشيوخنا الكرام، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات،
وجميع شيوخ وحكام دولة الإمارات، وبتشكرك لرسالتك الطيبة، وإن شاء الله توصل شيوخنا وحكامنا يا رب. الله يسلمكم، ومشكورين على الاستضافة وعلى هالدعم الطيب، والله يوفق الجميع يا رب. شكرا لك، الله يسعدك إن شاء الله. طبعا قبل نهاية البرنامج بحب أخذ منك توضيح بسيط لللوكيشن، وين إحنا موجودين بالشارقة؟ تفضل. نحن موجودين في الشارقة في أرض المستودعات. نعم. على شارع مليحة. على شارع مليحة. جميل، المكان سهل، واللوكيشن بأسفل الشاشة مع الويب سايت وأرقام التواصل والسوشال ميديا لبدل بدل سبيس. طبعا بتشكرك مرة أخرى لوقتك الثمين أستاذ عبد الله. شكرا لك. مشاهدين الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.